مساء الخير يا شباب، هنكمل مع بعض بارت 2 في الفيكتور برودكت والسكيلر تريبل برودكت. هنحل كوشن 32. طيب السؤال الاول بيقول هات السيتا واديني 2 فيكتورز، عايز الانجل بتوين 2 فيكتورز، هو عايز الساين بتاعت الانجل. طيب الفيكتور الاولاني ده هسميه ايه؟ اللي هو 1 1 1. طب الفيكتور التاني هسميه بي، اللي هو 2 ونيجاتيف 1 و 2. طب انت عشان تجيب الساين كنت بتعمل ايه؟ كنت بتقول ان هي عبارة عن A كروس B، بس نورم A كروس B over مين؟ نورم A times نورم B. تمام؟ طيب اللي فوق لازم يكون نورم A كروس B مش A كروس B، لان A كروس B فيكتور، فهو النورم على النورم عشان يطلع الساين بنمبر. طب انا عايز A كروس B عشان اقدر اجيب النورم بتاعها، كنت بعملها ازاي؟ قالك لو مديك التو فيكتورز هعملها اي وجي وكي. طبعا انا عايز A كروس B، يبقى هكتب في الروت تاني الA اللي هو 1 1 1، والB هيبقى 2 نيجاتيف 1 و 2. خلاص انت بقيت معلم بقى في الحتة دي، بوستيف نيجاتيف بوستيف، هوب بيطلع معاك كام؟ 3 و 0 نيجاتيف 3. طب انا هكتبه كده؟ لا، انا عايز النورم بتاعه، يبقى النورم بتاعه اللي هو كام؟ 9 و 0 9. عملت سكوير بتاع الاكس بلس سكوير الواي بلس سكوير الزد تحت الروت. طب نورم الايه؟ نورم الايه هيبقى روت 3، طبعا هتاخد سكوير سكوير برضه. طب ونورم البي هيبقى ب3. طب احسب لي اللي فوق ده كده، هيبقى تحت الروت هيبقى في 18 اللي هي كام؟ 3 روت 2. تعالى بس نرجع نعدلها، 3 روت 2، وتحت هيبقى فيه 3 روت 3. يبقى 3 هتروح مع 3، يبقى ده روت 2 اوفر روت 3، او نقدر نكتبها روت 2 اوفر A 3. هو عايز الساين بس، ما تروحش تجيب الانجل، فيبقى التشويس بتاعك هو تشويس نمبر بي. الكوشن اللي بعد كده بيقول ان A كروس B، طبعا هنبدا بنمبر 2، A كروس B ايكوال 0. A كروس B ايكوال 0. بص عندك حاجتين، يا اما ان A بدل لبي، تمام؟ طيب يا اما في واحد منهم كان بزيرو فيكتور، يا اما كان الA بزيرو فيكتور، يا اما البي كان بزيرو فيكتور، او الاثنين. طيب لما يجي في المعلومه الثانيه يقول لي A دوت C ايكوال 0، معناها يعني حاجتين برضه، يا اما A بيربنديكولار على C، يا اما واحد فيهم كان زيرو فيكتور. تمام. طيب تعالى بقى نشوف اللي احنا المشترك ما بينهم، او اللي هو عايزه. هو عايز مين؟ عايز بي دوت سي. تمام. طب اقدر اجيب بي دوت سي ازاي؟ طيب ببساطه كده، مش هعمل اي حاجه، هكتشفها من المعلومتين دول، البارل ومين والبربنديكولار. تعالى كده نرسم رسمه بيقول لك ان الاي بارل لمين؟ للبي. ومن المعلومة التانية اكتشفنا ايه؟ ان الـ A والـ C بيربنديكولار على بعض، يبقى الـ C بيربنديكولار على الـ A. طيب مش معنى كده ان الـ C بيربنديكولار على الـ A يبقى فيكتور C بيربنديكولار على اي فيكتور تاني يكون بارل للـ A. طب ما هو الفيكتور اللي اسمه B بارل للـ A، يبقى كمان الـ C بيربنديكولار عليه. يبقى نقدر نعرف من المعلومتين دول ان C هيكون بيربنديكولار على B. طب لو قلت لك بي دوت سي او سي دوت بي، يبقى بكام؟ بزيرو، عشان هيطلعوا بربنديكولر. طيب الكوشن اللي بعد كده نمبر 3، نمبر 3 بيقول لك ايه؟ بيقول لك يونت فيكتور بربنديكولر تو ايتش اوف التو فيكتورز دول. الفيكتور الاولاني اللي هو اي بلس جي هسميه A اللي هو 1 1 و 0، والفيكتور التاني اللي هو بي اللي هو اسمه جي وكي اللي هو 0 1 1. انا عايز فيكتور بربنديكولار عليهم ولا عايز يونت فيكتور بربنديكولار عليهم؟ يونت فيكتور بربنديكولار عليهم، هسميه ايه؟ وهحط فوقيها هات كده، اللي هي التمانية اللي بتتكتب فوق دي رمز اكنها يونت فيكتور. تمام. طيب عايز تكتبها كده ماشي، عايز تكتبها ساعات كتاب الوزارة او المعاصر او حتى في الملزمة يكتب كده، بس كل الرموز دي تبقى عارف انك بتجيب مين؟ اليونت فيكتور على البلين اللي كونتيني الاي والبي. طيب ايه الرول طيب اللي هنشتغل بيه؟ قالك اليونت فيكتور بتاعك هو هيبقى عبارة عن ايه؟
A كروس B كده انت جبت الايه؟ فيكتور بربنديكولار على البلين. انا عايز فيكتور بربنديكولار ولا يونت؟ يونت فيكتور، يبقى لازم اقسمه على النورم بتاعه. طيب كده انا خلصت لسه، ما هو لازم ممكن يكون يونت فيكتور بربنديكولار على البلين اللي كونتين التو فيكتورز، يبقى في حالتين، يا اما تبقى بربنديكولار لفوق يا بربنديكولار لتحت، فعشان كده بحط بوزيتيف اور نيجاتيف. طيب اول حاجه هحسب A كروس B. طيب ازاي؟ ديترمينانت. بعد كده بعد ما حسبته تحت في نورم A كروس B، احسب النورم بتاعه. بعد كده هتعوض وتحط البوزيتيف اور نيجاتيف وتشوف اي من الاختيارين هيبقى موجود، اصل هو مش حاطط الاختيارات كلها فيها بوزيتيف ونيجاتيف، يا اما هيكون البوزيتيف هو اللي موجود يا اما يكون النيجاتيف هو اللي موجود. تمام. طيب نخلي البوزيتيف والنيجاتيف. طيب تعالى نحسب الاي كروس بي، مديك التو فيكتور اهم، هتحسبهم بالديترمينانت. خلاص احسبهم انت بقى، يبقى اللي هي 1 ونيجاتيف 1 1 اوفر النورم بتاعه اللي هو كام؟ روت 3. طيب فيا اما يبقى الانسر بتاعك هو بالبوزيتيف 1 اوفر روت 3، يعني نكتبه كده، يعني نكتبه زي التشويسز اللي موجوده عندنا اللي هو هيبقى 1 ونيجاتيف 1 1 اوفر روت 3 اور. طبعا مره هاخدها بقى بالنيجاتيف، نيجاتيف 1 1 ونيجاتيف 1 بس اوفر مين؟ اوفر روت 3. طيب اني تشويس اللي موجود عندك اللي هو نمبر بي اللي هو الطلع الاولاني اللي كان واخدها بالايه؟ بالفيكتور. هل النيجاتيف موجود؟ لا. تمام، يبقى انا تمام. كويشن نمبر 4 بيقول لك مديك الاي ومديك البي ومديك السي، زين بروجكشن اوف فيكتور اي كروس بي اون سي. طيب اي كروس بي ده لما اقول A كروس B هيديني فيكتور بربنديكولار على A و B او البلين اللي كنتين A و B، هسميه ايه؟ يبقى اكني بطلب منك ايه؟ بطلب منك بروجيكشن اوف فيكتور E ان دايركشن اوف مين؟ اوف فيكتور تاني اللي اسمه C. طب الرول هيبقى ايه؟ لو انا عايز البروجيكشن هيبقى E دوت C اوفر نورم C. طيب عرفت تجيب مين الاي اللي هو مين؟ فيكتور اي كروس بي. هيبقى فيكتور جاي منين؟ انك تمسك اي كروس بي. تمام نعملها بقى، تعالى نحسب كده اي كروس بي، يبقى اي كروس بي طبعا مديك الثري كومبوننت لكل فيكتور، فهتعملها بالديترمينانت. اكتب معايا بقى هيطلع 22 و8 و18، طبعا لازم الانسر هيطلع نفس اللي طالع معاك ده. طيب ده كده اللي هو مين؟ A كروس B اللي احنا مسمينه مين؟ E. طب فيكتور C، فيكتور C هو مديهولك 3 ونيجاتيف 4 ونيجاتيف 12. طب اعمل سبستيتيوشن في الرول، عايز كده بروجيكشن بتاع الفيكتور اللي اسمه E ان دايركشن اوف فيكتور C. طب E دوت C يبقى X تايمز X يبقى 66، بعد كده Y تايمز Y يبقى نيجاتيف 32، زد تايمز زد يبقى نيجاتيف 12 تايمز 18 اوفر نورم مين؟ نورم السي اللي هو هيبقى 3 سكويرد 9، نيجاتيف 4 سكويرد يبقى 16، نيجاتيف 12 سكويرد اللي هي 144. وتعالى نشوف الحسبه دي هتطلع بكام، دخل الكلام ده كده على الكالكوليتر هيطلع معاك كام؟ نيجاتيف 14، فيبقى التشويس بتاعك نمبر بي. طيب السؤال اللي بعده نمبر 5. طيب نمبر 5 بيقول لك A دوت B equal A كروس B بس نورم A كروس B. طيب وقف لحد هنا، فك كده وشوف هتستنتج ايه. طيب بيقول لك هو A دوت B بيتفك ازاي؟ نورم الفيرست نورم السكند في كوزين الانجل ما بينهم equal نورم A كروس B نورم الفيرست نورم السكند بس المره دي في ساين الانجل ما بينهم. طب مش نورم A مع نورم A يتكنسل ونورمال بي مع نورمال بي كانسل، يبقى انا كده عندي كوزاين ايكوال ساين. تمام. طيب حلو قوي، حلو. ممكن نديفايد البوست سايد على مين؟ على كوزاين، عشان يبقى عندنا تان سيتا ايكوال 1. طيب يبقى السيتا شيفت تان لل1 يديك كام؟ 45. كده انا عرفت اجيب الانجل بتوين التو فيكتورز من المعلومه اللي هو اداهاني. هو بيقول لي بقى ايه؟ زين ذا ميجر اوف ذا انجل بتوين التو فيكتورز، يعني عايز اللي احنا جبناه، هيطلع بكام؟ 45 اللي هو تشويس نمبر بي. تمام.
السؤال اللي بعد كده نمبر 6 بيقول الـ area of triangle ABC، ادي ABC اهو، يبقى ABC الـ area بتاعت الـ triangle equal 24 سنتيمتر سكوير. طب انا عايز BA cross BC، تعالى كده نحط الـ direction على حسب اللي هو بيقوله. BA اهو، BC اهو، حلو. مش انت عارف انك كنت ممكن تقدر تجيب الـ area بتاعت الـ triangle لو معاك two adjacent vectors في اللي هو بي اي وبي سي؟ تمام. طب الاريا دي هتبقى ايكوال كام؟ هي هاف نورم بي اي كروس بي سي. ينفع اقول اي بي كروس اي سي؟ اه ينفع اقول سي اي كروس سي بي؟ اه، بس انا اشمعنى كتبتها بي اي كروس بي سي؟ على حسب اللي هو مدهوني. يبقى الاريا هي ايكوال الكلام ده. طب والاريا هي مدهاني بكام؟ ب 24. انا عايز مين بقى؟ انا عايز نورم بي اي كروس بي سي، بس كده. حلو، اضرب البوس سايد في 2 او ودي 2 الناحيه الثانيه تايمز، يبقى نورم بي اي كروس بي سي ايكوال كام؟ 48. يبقى التشويس بتاعك هو نمبر دي. السؤال اللي بعد كده نمبر 7 بيقول لك الاريا اوف باراليلوجرام، تعال نرسم باراليلوجرام. ادي اي بي سي دي، الاريا ايكوال 12 سنتيمتر سكوير. حلو قوي. بيقول لي عايز نورم اي سي كروس بي دي، تعالى كده حط اي سي وبي دي، ادي اي سي اهو وادي بي دي. اه اوعى تقول ان هما النورم بتاع التو فيكتورز دول الكروس بتاعهم يعني وتحسب النورم يبقى هو الاريا، لا دول الدياجونالز. لو انا عايز اجيب الاريا بتاعت الباريلوجرام من الدياجونالز يبقى هي هاف. هتقولي الهاف ده بتاع الاريا بتاع تريانجل؟ لا، ما انا ممكن اكتب الاريا دي ازاي؟ عشان انت خلي بالك بس ايه من اللي بيتقال. اول حاجه ممكن تكتبها لو انا عندي تو adjacent سايدز في الباراليلوجرام، فانا عارف ان الاريا ممكن اكتبها اي بي كروس اي دي. حلو. طيب من غير هاف ولا اي حاجه، انما لو هما دياجونالز، لو هما دياجونالز هيبقى منظره عامل ازاي؟ لا لازم يبقى فيه هاف اي سي كروس بي دي. حلو، يبقى انا عرفت ان الاريا لو مديني التو دياجونالز كفيكتور عندي في الباراليلوجرام اقدر اقول ان هي هاف نورم اي سي كروس بي دي اللي هما التو دياجونالز. طبعا الاريا هو مدهاني بكام؟ ب 12. طيب انا عايز الاريا كلها ولا عايز النورم بس؟ النورم تايمز البوث سايد تايمز 2، يبقى نورم اي سي كروس بي دي، يبقى اي سي كروس بي دي تحسب النورم بتاعهم يبقى تودي 2 ناحية تانية تايمز يبقى ب 24. تمام، يبقى ده تشويس نمبر سي. السؤال اللي بعد كده ماشي نمبر 8 بيقول لك برضو باريلوجرام، ارسم باريلوجرام. ادي A B C D، ال M هي ال point of intersection بتاعت ال diagonal، ارسم ال two diagonals اهو. point of intersection هي مين؟ هي M. طيب يقول لي هات M D cross M C، احسب النورم بتاعهم. ادي M C وادي M D. حلو، نحسب بقى. هنحسبه ازاي؟ تعال نشوف. يبقى انا عايز نورم ام دي كروس ام سي. هل انا هحسبه يطلع معايا نمبر ولا هشوف هو ايكوفالنت لمين؟ تعال نشوف هو ايكوفالنت لمين. طيب طيب اول حاجه هو بيقول لك تشويس اي هو بزيرو. لا مش بزيرو. ليه؟ لان دول تو دياجونالز، فما ينفعش تقول ان الكروس برودكت ما بينهم بزيرو فيكتور عشان هما مش بارل. ثانيا هو عايز ايه؟ عايز ام دي كروس ام سي بس ولا عايز النورم؟ النورم ازاي تكتب لي النورم وعليه فيكتور؟ فما ينفعش. تعالى للام دي والام سي. هل لما اقول هات نورم ام سي كروس ام سوري ام دي كروس ام سي كنورم هو هو الدوت برودكت؟ لا. ليه؟ لان هنا هيبقى نورم ام دي في ام سي في ساين الانجل، تمام؟ وهنا هيبقى نورم ام دي في نورم ام سي
في كوزان الانجل. الكلام ده ما بيحصلش الا في حالة خاصة لما بتكون الانجل 45 زي ما طلعت معانا في السؤال اللي قبل كده اللي احنا حليناه، فمش بالضروري انها تبقى دي، فده كمان غلط. طيب يبقى انا عندي يا اما AB كروس AD. طيب انا لو قلت لك هات نورم AB كروس MD هيديك ايه؟ هتقول لي والله النورم AB كروس AD هيديني الاريا اوف مين؟ اوف باراليلوجرام، صح؟ طيب هل الام دي كروس ام سي احسب لها النورم يديني اريا الباراليلوجرام؟ لا، يديني دبل الاريا بتاعت التراينجل ده، يعني اكني بيقول لي الاريا بتاعت التراينجل ده. طب ما هو تعرف ان الاريا بتاعت التراينجل ده هو هو ده هو هو ده هو هو ده. حلو، لما تيجي تحسب ده كده هيديك دبل الاريا اوف تريانجل اسمه مين؟ ام سي دي. حلو، او دبل الاريا بتاعت ام بي سي او ام بي اي او ام اي دي وهكذا. انما نورم اي بي كروس اي دي ديك اريا الباراليلوجرام كلها، فما ينفعش، فعشان كده قلنا لا. هل هي هي الام سي نورم الام سي كروس الام بي؟ ليه بقى؟ لان نورم ام سي كروس ام بي هيديك دبل. لما اجي اقول لك نورم ام سي كروس ام بي يديك برضو دبل، يعني 2 تايمز الاريا اوف تريانجل اللي هو اسمه ايه ام سي بي، اللي هي هي نفس التشويس بتاعنا. تمام. طيب كويستشن بعد كده نمبر 9 بيقول لك في الاي بي سي دي ده باريلوجرام، ارسم باريلوجرام ومديك البوينتس بتاعتك، ادي اي بي سي دي. حلو، مديك مين الفيكتور اللي اسمه اي بي، ومديك مين تاني الفيكتور اللي اسمه اي دي، وبيقول لك هات السيرفيس اريا. اسال نفسك هل دول دياجونالز ولا ايه، ولا تو ادجيسنت فيكتورز؟ تو ادجيسنت فيكتور في الباراليلوجرام، فيبقى الاريا ايكوال كام؟ نورم اي بي كروس اي دي. تمام. طيب محتاج اجيب مين الاول؟ محتاج اجيب اي بي كروس اي دي. بحسبها ازاي؟ بالديترمينانت اي جي كي. اي بي بكام؟ هو مدهوني جاهز 2 2 نيجاتيف 1، و ام و اي دي مدهوني برضو جاهز نيجاتيف 1 و 2 نيجاتيف 3. طيب تعالى نحسب الكلام ده كده، بعد ما تفك الديترمينانت هيطلع معاك بنيجاتيف 4 و 7 و 6. حلو، هل الاريا ايكوال للفيكتور ده؟ لا، انت بتحسب لها ايه؟ النورم. يبقى الاريا هي النورم بتاع الكلام ده اللي هو 16 بلس 49 بلس 36. تعال بقى نحسب الكلام ده على الكالكوليتر، هيبقى 36 بلس 49 بلس 16، كل الكلام ده تحت الروت يطلع روت 110. تمام. طيب السؤال اللي بعده، question number 10 بيقول لك الاريا اوف باراليلوجرام اتس مين دياجونال، يبقى الاريا اللي بتاعت الباراليلوجرام ما دام هما دياجونال يبقى هاف نورم ام كروس ان. طب احسب ام كروس ان ازاي؟ دول تو فيكتورز، ها مديني الثري كومبوننت، يبقى اي وجي وكي. الام بكام؟ بص بقى، خد بالك ده ايه ده؟ اي وجي واي وجي، يعني اكن الكيب كام بزيرو. يبقى مره هنعملها بالطريقه دي ومره هنعملها برضو بطريقه تانية لو هما تو فيكتورز. طيب واحده واحده، خلينا في الطريقه العاديه. اول حاجه هنا 2 ونيجاتيف 1 والكي مش موجوده تبقى بزيرو، الفيكتور التاني اللي اسمه ان يبقى ده 4 ونيجاتيف 5 والكي مش موجوده تبقى بزيرو. طيب هتفك الكلام ده، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، تيجي تفك الاي هتلاقيها بزيرو، تيجي تفك الجي هتلاقيها بزيرو، تيجي تفك الكي بوزيتيف، كانسل الرو والكولوم بتاعك هيبقى نيجاتيف 10 ماينس نيجاتيف 1 تايمز 4 نيجاتيف 4 مع الماينس ده هيخليها لك بوزيتيف. يبقى الكلام ده هو عباره عن نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 6 كي اللي هو 0 و 0 ونيجاتيف 6. تمام، انت عايز ده؟ انا عايز الاريا يا عم الحاج. احسب لي النورم الاول، يبقى ده نورم ام كروس ان هيديك كام؟
سكوير 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 تحت الروت يطلع بسكس. يا اما لو هو مديها لك نيجاتيف سكس كي على طول يبقى النورم بسكس. طيب هل الاريا تبقى بسكس ولا لسه في هاف هنا عشان دول دياجونالز؟ يبقى ده هاف تايمز السكس يديك 3. يبقى التشويز الصح بتاعك هو نمبر دي. طيب الكويشن اللي بعد كده نمبر 11. طيب برضو باراليلوجرام وذ دياجونال انترسكت ات ام ارسم. والباراليلوجرام هو مسموه لك A B C D. امال الام دي هي مين؟ البوينت اوف انترسكشن اوف اتس دياجونال. يبقى ادي الام. طيب هو انت عايز ايه؟ انت عايز الاريا. حلو. يبقى لو عايز الاريا لازم تجيبها ايه؟ تو ادجسنت فيكتور. ينفع اقول لك اي ام وبي ام؟ هل دول تو ادجسنت فيكتور؟ سوري تو ادجسنت سايد في الباريلو. طبعا انا بتكلم ادجسنت سايد في الباريلوجرام الكبير. طبعا يعني هو ما فيش غير باريلوجرام واحد في الباريلوجرام. يعني ما تقوليش تو ادجسنت سايد في تريانجل معين. لا، الاي ام والبي ام دول ادجسنت سايد في التريانجل اللي اسمه اي بي ام اصلا. تمام. فيديك دبل الاريا بتاعت الترينجل ام اي بي، بس ما يديكش اريا الباريلوجرام كله. طيب الاي ام سوري الاي بي في تشويس نمبر بي. اي بي اي ام غلط، ما ينفعش. طب اي بي كروس اي سي واحسب النورم؟ ما اعرفش، تعال نشوف. اي سي كروس بي دي؟ لا. انت تعرف ده يديك ايه؟ ده يديك دبل الاريا بتاعت الباريلوجرام. ليه؟ لان اي سي وبي دي دول الدياجونال، وانا عارف هاف نورم التو دياجونال كروس بعض ايكوال ايه؟ اريا الباريلوجرام. فلما اقول لك اي سي كروس بي دي واحسب النورم يبقى دبل الاريا بتاعت الباريلوجرام. طب هل اي بي كروس اي سي دول مش ادجسنت سايد؟ ماشي، اثبتها لك واحده واحده. ولو انا قلت لك اي بي كروس اي سي هديني مين؟ هديني دبل الاريا بتاع الاي بي سي. يبقى دبل يبقى 2 تايمز الاريا اوف اي بي سي. طب دبل يعني ايه؟ مش اريا اي بي سي زي اريا اي دي سي؟ حلو. يبقى بدل ما اكتبها دبل الاريا بتاعت الاي بي سي يبقى هي اريا بتاعت التراينجل اللي اسمه اي بي سي بلس الاريا اوف التراينجل التاني اللي هو اسمه ايه؟ اي دي سي، صح كده؟ طب ما هو اكني بقول لك اريت الترينجل ده واريت الترينجل ده، يبقى اكنك بتجيب اريت مين؟ اريت الباريلوجرام كله. تمام. يبقى التشويس الصح هو تشويس نمبر سي. طيب نكمل مع بعض، نخش بقى في كويستشن نمبر 12. طيب بيقول لك الاي دي ده ميديان في الترينجل. تعال ارسم ترينجل الاول. وما باجي ارسم تريانجل ما برسموش ولا رايت ولا ايسوسلس ولا ايكولاترال، هو ما قالش، فبرسمه سكالين تريانجل. طيب الاي دي هو ميديان، يبقى انزل كده على الميد بوينت بتاعت البيس اللي قدامك اللي هي دي، ويبقى ده ميديان، يبقى ده ايكوال ده. حلو. هو كاتب لك الاي دي على شكل ايه؟ فيكتور. اكتبه انت، حط برضو الدايركشن بتاعك، يبقى ده فيكتور. تمام. بيقول لك هات بقى، عايز انا عايز نورم اي دي كروس اي بي. فين الاي بي اهو. طيب يديني كام من اريا التراينجل كله؟ طيب في كذا طريقه انك تحاول تجيبها. طيب الطريقه الاولى، هو انا لو قلت لك اي دي كروس اي بي واحسب النورم هيديك مين؟ هيديك دبل الاريا بتاعت الترينجل اللي اسمه اي بي دي. تمام. طيب طيب زي ما قلنا هيديك دبل الاريا بتاعت الترينجل اللي اسمه اي بي دي. اكنه ايه؟ اكنك حسبت من خلال النورم بتاع اي دي كروس اي بي اريا الترينجل كله. طب انا مش فاهم، في حته كده في اولى ثانوي زمان بيقول لك والله لو الاي دي ده ميديان وكان فيكتور يبقى دبل الاي دي ايكوال اي بي بلس اي سي. يبقى لما كنت بقول ان اي بي بلس اي سي كنا بنقول ان هو دبل مين؟ اي دي. يبقى انا لو عايز الاي دي لوحده كنت اعمل ايه؟ اودي التو الناحيه الثانيه هتروح بايه؟ ديفايد، صح؟ يبقى دي هي عباره عن اي بي بلس اي سي. تمام. يبقى انا هشيل الاي دي اللي هنا، يبقى اي دي اهو.
اشيله بقى خالص، تعال نرجع بس نشيله. يبقى ده هاف، حط بقى البراكت بتاعه اي بي بلس اي سي كروس، كروس مين؟ اي بي. طيب الهاف ده يطلع بره بالبوست، هو اصلا بوست. طيب طب الكروس اللي بره الاي بي يتوزع على الفيرست وعلى السكند، فهتكتبه اي بي كروس اي بي، واي فيكتور كروس نفسه يديك زيرو فيكتور، واي بي كروس مين؟ كروس اي سي. حلو قوي. طيب وبعد كده هتقول لي والله بص هو طلع معايا ادي هاف بره ماليش دعوه، وده زيرو فيكتور بلس اي بي كروس اي سي. طيب ما هو الزيرو فيكتور بلس ده هيديني الاي بي كروس مين؟ اي سي، وادي النورم وادي الهاف. اه شفت، ده هاف اي بي كروس اي سي، يبقى دي اريت مين؟ اريت الترينجل كلها اللي هو اسمه اي بي سي. فاحنا ايه عرفنا ان في الاخر ده وصل للاريا، يعني هنا في كام؟ 1. تمام، يبقى انت يا اما تحل كده يا اما تحل ايه كده. طيب كويشن اللي بعد كده، هنا نمبر 13. طيب بيقول لي الاي والبي والسي معاك، احسب لي اي دوت بي كروس سي. اه ده كده بدأنا نخش في التريبل اللي هو السكيلر تريبل برودكت. ده كنت بفكه ازاي؟ ديترمينانت. على فكرة هو اسمه ايه؟ ركز معايا كده، اسمه سكيلر تريبل برودكت، يعني الناتج بتاعه ايه؟ سكيلر يعني الناتج بتاعه ايه؟ رقم، ممكن يبقى بوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف ممكن يبقى زيرو. فاي دوت بي كروس سي هيديك ايه؟ سكيلر. فما تحط، فعشان الناس بس بتغلط في الحتة دي بيحطوا اي وجي وكي ويستعجلوا زيها زي الكروس، لا ما دام سكيلر مش هيطلع بكام؟ مش بفيكتور، يعني مفيش اي وجي وكي في الديترمينانت. امال بعملها ازاي؟ بالترتيب من الشمال لليمين، الاي احطه في الرو الاولاني، البي احطه في الرو التاني، السي احطه في الرو التالت، يبقى 0 2 4. حلو، 100 100. فك بقى ده كده، يبقى ده بوزيتيف ده نيجاتيف ده بوزيتيف. ها يبقى هنا كده ايه؟ بوزيتيف 1. طبعا ال1 مفيش داعي اكتبه، بس انا بكتبه اول مره بس عشان تبقى عارف. كنسل الرو والكولوم، يبقى ده نيجاتيف 4 تايمز سوري نيجاتيف 2 تايمز 4، يبقى نيجاتيف 8 ماينس 0 تايمز 2 ب 0 ماينس. بس في هنا ايه؟ ماينس 1 يبقى بوزيتيف 1. افتح البراكت، شيل الرو وشيل الكولوم، يبقى ده 3 تايمز 4 ب 12 ماينس 0 تايمز 0 ب 0 بلس. ها ال 2 حلو، يبقى ال 2 مهمه مش زي ال 1. شيل الرو والكولوم، يتبقى لك ايه؟ 3 تايمز 2 ب 6 ماينس نيجاتيف 2 تايمز 0 ب 0 يبقى الكلام ده بنيجاتيف 8. تمام، هنا ده كده هيبقى بوزيتيف 12، بعد كده ايه؟ بوزيتيف 12. نحسب الكلام ده هيبقى بكام؟ ب 16. يبقى التشويس بتاعك الصح في نمبر 13 هو ايه؟ تشويس نمبر دي. طبعا احنا برضو نسينا نعلم على التشويس بتاع نمبر 12 اللي هو كان طلع معانا بكام؟ ب سي، عشان هو ال 1. طيب السؤال اللي بعد كده هيبقى نمبر 14 و15. نبدأ ب 14. لما اقول لك A دوت B كروس C، فاكر هو بيفولو A الرايت هاند سيستم، يعني نقدر نكتبها A وتروح ل B وتروح ل C وتروح ل A، بس امشي انتي كلوك وايز صح. يبقى اقدر اقول ان A دوت B كروس C هو A سوري هو B دوت B، تعال نكتبها B دوت C كروس A، وفي نفس الوقت أقدر أكتبها كام؟ C دوت A كروس B. طب لو مشيت العكس كلوك وايز يطلع بالنيجاتيف، فبيقول لك A دوت B كروس C ده عبارة عن إيه؟ هل هو A دوت C كروس B؟ بص بص مش إزاي؟ A دوت C كروس B يعني مش كلوك وايز، لأ ده كده المفروض بالنيجاتيف فده غلط. بعد كده C دوت بي كروس ايه برضه مش غلط، كلوك مش هيطلع بوزيتيف. هل ينفع يبقى ايه كروس بي كروس سي؟ اولا ده هيطلع سكيلر، ودول سكيلر اللي هما الاي والبي. تمام، انا رفضتهم بس عشان مش نفس الدايركشن بتاع الرايت هاند سيستم، انما التشويس سي ده اصلا بيطلع فيكتور، لانك لو مسكت البي كروس سي هيديك فيكتور وتعمله كروس فيكتور كمان فهيطلع فيكتور، فده مرفوض خالص من الاول. طب هل هو سي دوت ايه كروس بي؟ اه ده تبع الرايت هاند سيستم، فيبقى ده اللي تشويس الصح هو تشويس نمبر دي. طيب الكويشن اللي بعد كده نمبر 15.
طيب في بروبرتيز تانية للكروس برودكت، سوري للسكيلر تريبل برودكت. قال لك بص، شايف دي؟ مش دي بي دوت اي كروس سي؟ تعرف تقدر تكتبها لي بنفس الترتيب، ادي بي ادي اي ادي سي. تعرف انك تقدر تبدل الدوت تحط مكانها كروس، والكروس تحط مكانها دوت، ويبقى نفس الايه، نفس الرقم برضو. تمام. طيب ده برضو من ضمن الايه، البروبرتس. حلو قوي. طيب هل ده تشويس ايه؟ طيب نحكم كمان على التشويس ازاي؟ اكتب بتاعه الرايت هاند سيستم على حسب الترتيب اللي هو كاتبه لك. ادي بي بيروح لايه، بيروح لسي، بيروح لبي، وده كده الدايركشن البوزيتيف. هل بي كروس اي دوت سي؟ صح، هو التشويس الاولاني. يبقى ايه؟ طب التانيين غلط ليه؟ اكتب كده اي دوت بي كروس سي، مشيت كلوك وايز، يبقى بالنيجاتيف غلط. دول كروس كروس كروس، ده يدي فيكتور اصلا، وانا عارف ان التريبل برودكت بيطلع سكيلر. تعرف دي بكام؟ بزيرو فيكتور. عرفت ازاي؟ بص يا سيدي، شايف ده ايه كروس سي؟ يديك فيكتور ايه؟ فيكتور بربنديكولار على ايه، وفيكتور بربنديكولار على سي. فيكتور بربنديكولار على ايه وبربنديكولار على سي، تعالى نسميه ايه كده. يبقى سي دوت اي، مش ايه ده بربنديكولار على سي؟ لما تقول لي سي دوت اي اكيد هيطلع لك ايه، زيرو. زيرو بس، مش زيرو فيكتور، اسف. تمام. بس فيبقى التشويس الصح بتاعك هو نمبر ايه، ها نمبر 16 رايت هاند سيستم. اكتب على طول، فكر نفسك، يبقى اي جي كي اي، وده البوستيف بتاعي. طيب ادي اي دوت، هشيل الجي دوت، جي كروس كي، جي كروس كي ده انا ماشي انتي كلوك وايز صح، فهيديني اي بلس جي دوت ها كي كروس اي. معلش بس في فرح هنا. طيب نكمل مع بعض، هو الحمد لله عدوا بالفرح هنا. يبقى جي دوت ها ده كي كروس اي ماشي انتي كلوك وايز، يديني التالت على طول جي، ويدهوني بالاي بالبوستيف عشان ماشي انتي كلوك وايز، بلس الكي دوت ها اي كروس جي، ده انا يديني التالت بوستيف ولا نيجاتيف، ده ماشي انتي كلوك وايز على حسب الرايت هاند سيستم، يبقى كي. طب هو الفيكتور دوت نفسه يديني النورم بتاعه سكوير صح، هو نورم الاي سكويرد، وجي دوت جي يديك نورم الجي سكويرد، وكي دوت كي يديك نورم الكي سكويرد. عارف نورم الاي ونورم الجي ونورم الكي ده مين؟ ب1، عشان دول يونت فيكتورز، يبقى 1 بلس 1 بلس 1 بعد حتى ما عملت لهم سكويرد، فهيديك كام؟ 3. فيبقى تشويس نمبر بي. تمام. السؤال اللي بعد كده نمبر 17. طيب بيقول لك الفوليوم اوف باريلو بايب. حلو. هو الباريلو بايب ده عباره عن ايه؟ ده عباره حاجه زي الكيوبويد، لكن كل سيرفيس فيه على شكل باريلو جرام، كل وش يعني على شكل باريلو جرام، ومش رايت. تمام. حلو. طب بيقول لك ان ويتش 3 ادجسنت ايدجز ريبريزنتد باي 3 فيكتورز اللي هم الاي والبي والسي، ومدهم لك. حلو قوي. طيب بيقول لي هات الفوليوم. اول حاجه لازم احسب ايه دوت بي كروس سي. تقول لي هو مش ده الفوليوم على طول؟ اقول لك اتقل لحظه بس، احسبهم لي كده. حط الاي يبقى 3 ونيجاتيف 4 و0، حط البي يبقى 0 ونيجاتيف 4 و3. تمام. حط السي يبقى 0 0 5. طبعا انت هتفكه بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، كنت في اولى ثانوي برضو خدت الملحوظه دي، وبرضو هناخدها في ثالثه. بيقول لك لو عندك ترينجل اوف زيروز، يبقى انت الانسر بتاعك هو التايمز بتاع المين دياجونال، اللي هو كام؟ 3 تايمز نيجاتيف 4 تايمز 5، اللي هو هيبقى يديك نيجاتيف 60. شفت بقى قلت لك اتقل ازاي؟ لان الفوليوم اصلا مش اي دوت بي كروس سي، هو المفروض نورم اي دوت بي كروس سي. ليه؟ لان انا لازم ايه الرقم اللي هيطلع معايا في الديترمنت، ممكن يبقى بوزيتيف او نيجاتيف، ما هو سكيلر صح، فلازم احسب له النورم، لان الفوليوم او الاريا لازم تطلع دايما بالايه، بالبوزيتيف. فهيبقى 60 كيوبيك يونت عشان هو فوليوم، فيبقى التشويس نمبر سي. طيب نكمل مع بعض. كويشن نمبر 18. تمام. طيب ده جه في ترايل اكزام 2021، بيقول لك اي وبي وسي دول 3 كونكتد ايدجز اوف ان باريلو جرام، سوري ان باريلو بايب. طيب مديك النورم بتاع الايه، ومديك الدايركشن كوزاينز
هي المفروض دول كده حبيبي اسمهم ايه؟ دايركشن انجلز، اللي هم سيتا، سيتا اكس، سيتا واي، سيتا زد. طيب فانا لو عايز فيكتور ايه بعمل ايه؟ بقول النورم في الدايركشن كوزاينز، اللي هم كوزاين سيتا اكس، كوزاين سيتا واي، كوزاين سيتا مين زد. النورم بكام؟ ب2. كوزاين سيتا اكس بكام؟ 135. احسب الكوزاين نيجاتيف 1 اوفر روت 2. ها كوزاين سيتا واي 60، كوزاين 60 بهاف. كوزاين هنا دي سيتا زد، الكوزاين بتاعتها بنيجاتيف هاف. ها يبقى فيكتور ايه ايكوال كام؟ وزع ال 2 في 3 كومبوننت يديك النيجاتيف روت 2 1 1. شكرا. طيب ومديني كمان الفيكتور بي اللي هو 1 وروت 2 و 0، ومديني كمان فيكتور سي اللي هو كمان روت 2 و 3 و 5. طيب بيقول لي احسب لي الفوليوم، يبقى انا قبل ما احسب الفوليوم اروح اجيب مين؟ A دوت B كروس C. افكها ازاي او اجيبها ازاي؟ ديترمينانت اول رو هو الفيكتور A، يبقى نيجاتيف روت 2 1 1. فيكتور B بعد كده 1 روت 2 0. ها C روت 2 3 5. افك الديترمينانت دي ازاي برضو؟ ها احط بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. تعال نشوف، يبقى هنا نيجاتيف روت 2. هتقولي ده فوقيها بوزيتيف، بس هي اشارتها اصلا ايه؟ نيجاتيف. اشطب الرو والكولوم اللي موجودين فيه، يبقى روت 2 تايمز 5 يبقى 5 روت 2 ماينس 0 تايمز 3 هتبقى ب 0. بعد كده ماينس ماينس 1، مش هكتب ال 1 بس اشطب الرو والكولوم بتاعك، يبقى 1 تايمز 5 ب 5 ماينس 0 تايمز روت 2 ب 0. بعد كده بلس ال 1 مش هكتب ال 1 اشطب الرو والكولوم يبقى ب 3 ماينس روت 2 تايمز روت 2 ب 2. حلو. ها يبقى اول واحدة هنا طبعا هتديك 5 روت 2 جوه، تعملها تايمز 2 تبقى تديك نيجاتيف 10، وبعد كده نيجاتيف 5، وبعد كده 1 اللي هو هيبقى نيجاتيف كام؟ 14. تمام. في بس حاجة غلط ممكن نكون حسبناها، ده هيبقى نيجاتيف 10 نيجاتيف 5، واخر كولوم هنا اشطب الرول كولوم يبقى هنا 1 تايمز 3 ب 3 ماينس روت 2 تايمز روت 2 ب 2. تمام. ايه الغلط؟ بص 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 بص، شوف البلاوي اللي بتطلع، خوازيق في النص اهي، ده نيجاتيف هاف، رحت كتبته بعد ما عملته تايمز 2 ب 1، لا هو نيجاتيف 1. يبقى هنا ده المفروض نيجاتيف 1، يبقى المفروض ان الساين هنا ايه؟ نيجاتيف. كويس انها ما اثرتش في الباقي عشان انا كنت بفك الديترمينانت باول رو، يبقى نيجاتيف، يبقى المفروض ان ده ايه؟ نيجاتيف. يبقى هنا ده غلط، هو هيبقى نيجاتيف كام؟ 16. هل الفوليوم بنيجاتيف 16؟ هو في فوليوم يا عم الحاج بالنيجاتيف؟ لا. فتقول لي الفوليوم ايكوال ابسوليوت او مودولس اي دوت بي كروس سي، يبقى ابسوليوت او مودولس نيجاتيف 16 هيطلع ب 16 كيوبيك ايه؟ يونتس. فيبقى التشويس هو نمبر ايه. طيب السؤال اللي بعد كده كويشن نمبر 19، مديك مين؟ مديك نورم A كروس B، اكتبه كده، هو نورم ال A في نورم ال B في ساين الانجل، صح؟ فين الدايركشن؟ ما هو نورم يا حبيبي على A دوت B، هو نورم ال A في نورم ال B في كوزاين بقى عشان ده دوت. حلو. ما هو النورم مع النورم هيروح، نورم ال A مع نورم ال A ونورم ال B مع نورم ال B، هتبقى لك ساين اوفر كوزاين اللي هي مين؟ اللي هي التان سيتا. طيب اللي هو تشويس نمبر سي. حلو. كويشن اللي بعد كده نمبر 20، ها ده ايه ده؟ نورم A كروس B، يبقى نورم A نورم B ساين سيتا، بس انت نسيت حاجة، شايف يا حبيبي السكوير ده؟ فكل واحد فيهم هيتكتب فوق سكوير، ده لان السكوير ده هيتوزع على التلاتة. طيب A دوت B، حلو، هو نورم A نورمال بي في كوزاين الانجل. حلو. بس هنا في ايه؟ في سكويرد، يبقى سكويرد سكويرد سكويرد. طيب اول حاجه خد نورمال ايه كومن، نورمال ايه سكويرد كومن ونورمال بي سكويرد كومن، هم موجودين في تو تيرمز، يبقى اول واحد اسمه ساين سكويرد سيتا،
تاني واحد اسمه كوزين سكويرد سيتا. فاكر ساين سكويرد وكوزين سكويرد لنفس الانجل ده كان يبقى ايكوال كام؟ ده كده فاكر ده بوان ايكوال. هو نورمال اي سكويرد ايكوال كام؟ ده مديني نورمال اي بفور يبقى السكويرد بسكستين، ونورمال بي سكويرد ما عرفوش. تعرف ان كل ده بعد السمبليفاي كان ايكوال 144؟ حلو، يبقى نورمال بي سكويرد ايكوال 144 اوفر 16. تعالى نحسب الكلام ده، يبقى 144 اوفر 16 يطلع بكام؟ ب 9. انت عايز مين؟ انت عايز نورمال بي، يبقى خد السكوير روت يطلع ب 3. اوعى تقول بوزيتيف ونيجاتيف، النورم دايما بوزيتيف، فيبقى التشويس نمبر سي. طيب الاسئله اللي بعد كده نمبر 21، بيقول لك الاي والبي دول نون زيرو فيكتورز، والثيتا هي الميجر انجل بتوين التو فيكتورز. برضو شايف ده؟ ده اللي احنا لسه حاسبينه، فاكر اللي هو طلع معانا ايه؟ نورمال اي سكويرد، نورمال بي سكويرد في الساين سكويرد، ده ايه؟ نورم اي كروس بي الاول سكويرد، بعد كده بلس نورمال اي سكويرد، نورمال بي سكويرد في كوزين سكويرد ثيتا. ليه؟ عشان الدوت. بعد كده فاكر عملنا ايه؟ خدنا نورمال اي سكويرد كومن، وخدنا نورمال بي سكويرد كومن، وطلع عندنا جوه ساين سكويرد بلس كوزين سكويرد. ده ساين سكويرد بلس كوزين سكويرد وليهم نفس الانجل، قلنا بكام؟ ب 1. يبقى هو ده عباره عن نورمال اي سكويرد في نورمال بي سكويرد. فما تتخضش بقى، اللي هيبص للتشوز هيتخض، يبقى ده الانسر. لان ساعات زي هو السؤال ده ممكن يكون متاخد من حاجه فيها فيزيكس يعني. ليه؟ لان ساعات يجي يقول لك اصل نورمال ايه هسميه ايه سمول مثلا، او احنا فاكر لو احنا كنا في تريانجل اي بي سي، فاكر في ايام الساين رول والكوزاين رول كنت بقول ان السايد ده بي سمول وده بي سي، ده سي سمول وده بي سمول وهكذا. فنورمال بي هنا كمان هو مسميه ايه؟ بي سمول. فخلي بالك، تمام؟ ما تتخضش، هي نفس الانسر اللي انت مطلعها. طيب الكوشن اللي بعد كده اللي هو 22، طيب بيقول لك اي وبي دول يونت فيكتور. حلو، يبقى نورمال اي ايكوال نورمال بي ايكوال 1. طب والثيتا هي الانجل بتوين التو فيكتورز. حلو، يبقى 2 نورم اي كروس بي، بعد كده اي دوت بي. افك الكلام ده ازاي؟ واحده واحده، ما تخضش. التو زي ما هي، نورم اي كروس بي هو نورم ايه اللي هو ب 1، نورم بي اللي هو ب 1، ده كروس يبقى ساين الانجل تايمز، ما هو في اي دوت بي كمان، اي دوت بي يبقى نورمال ايه برضو ب 1، نورمال بي ب 1، المره دي كوزين الانجل عشان انت بتحسب الدوت. خلاص 1 في 1 في 1 كل الونات دي، خلاص عندي ال 2 وعندي الساين وعندي الكوزين. فاكر ده 2 ساين كوزين، 2 ساين كوزين، يبقى ده ايه؟ ساين الدبل اللي هو ساين 2 ثيتا، اللي هو التشويس بتاعك نمبر دي. طيب السؤال اللي بعد كده نمبر 23، بيقول لك اي كروس بي ايكوال A cross C. طيب تعالى نكمل مع بعض، بيقول لك A cross B equal A cross C. تعالى كده نمسك دي كده، دي B equal A cross C. حلو، تعالى كده مثلا هنعمل البوست سايد، هنعملهم دوت C مثلا. بصيت في الليفت هاند سايد، يبقى ناقص عندك مين؟ C، يبقى هو A cross B equal right hand side، يبقى C dot A cross C. على فكرة لما بتلاقي فيكتور هنا في التريبل كروس برودكت اللي اسمه السكيلر تريبل برودكت، لما تلاقي تو فيكتورز متكررين هيبقى equal zero. ليه؟ بالعقل كده، هو A cross C فيكتور بربنديكولار على A وعلى C، يبقى أنا ده طلع معايا فيكتور بربنديكولار على C. لما أقول لك C dot الفيكتور اللي بربنديكولار على C يبقى بزيرو. حلو، بس زيرو ايه؟ زيرو بس، مش زيرو فيكتور، لان السكيلر تريبل برودكت. تمام، معنى كده ان سي دوت اي كروس بي لما السكيلر تريبل برودكت كان يطلع بزيرو، معنى كده ان الثري فيكتورز عندك اللي هما اي وبي وسي موجودين ان ايه؟ ذا سيم بلين. حلو، فيبقى التشويس بتاعي هو نمبر دي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك A perpendicular على B and A
perpendicular على C. طيب افرض انا عايز ال A، يبقى هو عبارة عن النورم في يونت فيكتور في الدايركشن بتاعه. طب انا لو كنت عايز، في بقى الغلطة، بقى الغلطة اللي كل الناس يقول لك ايه، مش ده كده بلين يا مستر، وادي البي وادي السي. طب ما انا لو عملت ايه، بي كروس سي هيديني فيكتور بيربنديكولار على البلين، صح؟ بس مش معنى كده ان هو ايكوال الايه، مش شرط، فاهم قصدي؟ هيدي بي كروس سي هيديك فيكتور بيربنديكولار على البلين اللي كونتين البي والسي، بس مش شرط يطلع هو ايه، بس هيطلع بره للايه، يا اما سيم دايركشن يا اما اوبزيت دايركشن. طب انا هجيبها ازاي؟ بجيب شايف البي كروس سي، بجيب يونت فيكتور بيربنديكولار على البلين، هسميه ايه؟ اليونت فيكتور ده يا اما يبقى مع اتجاه الاي بارل سيم دايركشن، يا اما بارل ان اوبزيت، فيبقى بوزيتيف اور نيجاتيف اي، يبقى في بوزيتيف اور نيجاتيف. نورمال اي بكام؟ ب 4 روت 2. طب الكروس سوري اليونت فيكتور بتحسب ازاي؟ يبقى هو عبارة عن بي كروس سي اوفر نورم بي كروس سي. يبقى انا ايه اللي محتاجه في المسألة دي؟ محتاج احسب مين؟ محتاج احسب بي كروس سي. بحسبها ازاي؟ بالديترمينانت اي جي كي، تمام. البي بتاعتي ب 2 و 3 و 2 1 و 2 و 1، حلو. طيب يبقى هنا ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف وهكذا. تعال بقى نفك الكلام ده، يطلع كام بعد ما تفكها؟ يطلع نيجاتيف 1 و 0 و 1. اعمل سبستيتيوشن هنا، يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 4 روت 2 الفيكتور نيجاتيف 1 و 0 و 1، والنورم بتاعه تحسبه، لو حسبته يبقى روت 2. روت 2 هيتكنسل مع روت 2، هيديك كام؟ ادي بوزيتيف ونيجاتيف مالناش دعوه، وزع الفور جوه، يبقى ده نيجاتيف 4 و0 4. على فكره ممكن يبقى نيجاتيف 4 و0 4 اور كام، حط بقى النيجاتيف جوه، يبقى 4 و0 ونيجاتيف 4. مين فيهم موجود هنا؟ اللي هو تشويس نمبر بي. طبعا الاثنين عمرهم ما يبقوا موجودين مع بعض، الا اذا بقى لو كاتب كل التشويس فيهم ايه، بوزيتيف اور نيجاتيف. كويشن بعد كده 25 بيقول لك مديك ايه، ومديك هنا a plus b equal a cross b. طيب في الحتة دي ممكن تتجاب بالتخيل او بالرسم، حلو. طيب او ممكن نعملها ازاي؟ هقول لك طريق، بس خلينا اقول لك الاول الجزء بتاع التخيل. تعالى ارسم بلين كده، جيب التو فيكتور، التو فيكتور اللي هما ال a وال b، ادي a و b، ادي A وادي B. لو بقول لك هات ال A بلس B، A بلس B فاكر كنت بعملها ازاي؟ لو هما خارجين من نفس البوينت كنت بقفله باراليلوجرام، ويبقى الدياجونال ده هو البلس اللي هو A بلس B. يبقى انا عارف A بلس B ولا حتى A ماينس B لازم يبقى موجود في نفس البلين اللي موجود فيه فيكتور A وفيكتور B. طب لما اجي اقول لك هات فيكتور A كروس B، مش ده يديك فيكتور بيربنديكولار على البلين؟ حلو. هل ينفع تقول لي ان الاثنين ايكوال اصلا؟ يعني تقول لي ان A بلس B اللي موجود في نفس البلين بتاع الA والB ايكوال الA كروس B اللي بربنديكولار على البلين اللي موجود فيه الA والB؟ مش منطقي، حتى لو هما ايكوال في الماجنتيود، يعني طول الفيكتور ده ايكوال طول الفيكتور ده، مش منطقي ان هو يبقى ليهم نفس الدايركشن اللي هو نفس الاتجاه، الا في حالة واحدة اللي هي ايه؟ لما الكروس والبلس يديني زيرو. مية مية، يبقى كده عرفنا انها في حالة واحدة اللي هي الكروس والبلس يديني كام؟ زيرو. معنى كده ان A بلس B ايكوال زيرو فيكتور. معنى كده لو انا عايز فيكتور B زي ما هو عايز، هودي الـ A الناحية التانية عكس الساين، فأقول لك زيرو 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 ماينس A اللي هو 2 1 ونيجاتيف 2، يعني هيطلع ان الـ B بكام؟ بنيجاتيف 2 نيجاتيف 1 و 2. حلو، يبقى كده انا اكتشفت ان هما كمان بارل وسين سوري بارل وين اوبزيت دايركشن. طيب الطريقة التانية، امسك كده A plus B، تعالى في البوث سايد كده وتعالى نفكر بطريقة تانية. ايه الطريقة التانية؟ هعمل دوت A للبوث سايد، يبقى ده هنا A دوت وهنا A دوت، هنا A cross B. قلت لك لو تو فيكتور متكررين في الاسكيلر
تريبل برودكت، يبقى كل الكلام ده بكام؟ بزيرو، مش زيرو فيكتور، زيرو. طيب فك اللي على الشمال، a دوت a بلس a كروس b، اسف، هيبقى ايه؟ a دوت b مش كروس، ايكوال زيرو. طب ال a دوت a يديني النورم بتاعه سكويرد، بلس a دوت b نورم ال a في نورم ال b في كوزين الانجل ايكوال زيرو. نورم ال a بكام؟ احسبه من هنا كده هيطلع ب 3، يبقى سكويرد يبقى ب 9 بلس 3 في نورم ال b في كوزين الانجل اللي انا معرفهاش. معنى كده ان نورم ال b في الكوزين هيطلع كام؟ ودي 9 الناحية التانية وديفايد على 3 هيطلع نيجاتيف 3. ده طلع نيجاتيف، معنى كده ان الكوزين هي النيجاتيف لان النورم عمره ما يبقى نيجاتيف. طيب هكرر نفس الحوار، تمام، بس المرة دي هعمل في البوث سايد دوت بي، يبقى بي دوت مين؟ دوت اي بلس بي ايكوال بي دوت مين؟ دوت اي كروس بي. قلت لك هنا فيكتور متكرر، يبقى هنا هيديني زيرو، تمام. وزع، يبقى بي دوت اي بلس بي دوت بي ايكوال كام؟ زيرو. طب بي دوت بي ده النورم بتاعه سكويرد ايكوال زيرو. طيب وبي دوت اي، ما هي 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 a دوت b اللي هي طلعت نورم الاول اللي هو كان ب 3 في نورم ال b في كوزان الانجل بلس، تمام، حلو قوي. طيب تعرف كمان ان انا ممكن هنا من a دوت b اقدر اجيبها لوحدها، شايف؟ مش a دوت a ده النورم بتاع سكوير ودي الناحيه الثانيه، يبقى انا اقدر من هنا اقول لك ان a دوت b هو نيجاتيف 9. انا بدل بقى ما كنت هفكها هكتبها نيجاتيف 9 واديها الناحيه الثانيه، يبقى نورمال بي سكويرد ايكوال 9، واحد عكس الساين، يبقى نورمال بي بكام؟ ب 3. عوض هنا، اعمل سبستيتيوشن والنبي كده ب 3، هيطلع ان الكوزين بكام؟ هيطلع ان كوزين سيتا بنيجاتيف 1، معنى كده ان السيتا ايكوال كام يا عم الحاج؟ 180، معنى 180، معنى كده ان هما ايه؟ بارل بس ان اوبزيت دايركشن. معنى كده لو ال A ب 2 و 1 و نيجاتيف 2 يبقى ال B بكام؟ عكسها، نيجاتيف 2 و نيجاتيف 1 و 2. دي طريقتين، بس أنا شايف إن الطريقة الأولى أسهل بس للإيه؟ للتخيل. يبقى التشويس الصح هو تشويس نمبر C. تمام، بيقول لي A و B دول نون تو نون بارل فيكتورز. يعني إيه نون بارل؟ يعني A كروس B not equal zero vector. حلو. طيب تعال بقى نشوف الاختيارات هو بيقول ايه بقى. بيقول لك اول حاجه a cross b equal k، وكده بلونج للار، يعني سكيلر. غلط طبعا، انا عارف ان الكروس برودكت بيطلع ايه؟ بيطلع فيكتور، تمام. طيب طب لما اقول لك a كروس b هيطلع c فيكتور، والفيكتور ده بيربنديكولار على البلين اللي كونتين الا والبي، تمام، ده ممكن يكون صح. طيب ال A كروس B يديك زيرو فيكتور، تمام، ده لو هما بارل. هو بيقول لي لو هما كانوا بيربنديكولار، غلط، قول ذا بريفيوس غلط، لان في اختيارين غلط، فما ينفعش اقول لك قول ذا بريفيوس. يبقى الاختيار الاصح هو مين؟ ال B. السؤال اللي بعد كده يقول لك A و B و C دول يونت فيكتور، يبقى نورم الاول ب 1 ونورم الثاني ب 1 ونورم الثالث اللي هو C ب 1. انت عايز ايه تاني؟ بيقول لك the greatest value of the expression ده. طيب تعالى كده، تعالى هنكتبها a dot ها b cross c. شايف انت انا حطيت b cross c في ايه؟ في براكت. طيب اعمل الدوت بتاعك كده، مش هو نورم الاول اللي هو ايه؟ نورم التاني، التاني ده اللي هو b cross c على بعضه في كوزين الانجل ما بينهم. ده كوزين الانجل بتوين مين ومين؟ دي كده السيتا، دي هي الانجل بتوين تو فيكتورز، واحد اسمه A والتاني كله على بعضه اسمه B كروس C، لان B كروس C يديك فيكتور تالت اسمه مثلا C اللي هو بإي،
فاهم قصدي؟ بعد كده يبقى الاي ده والاي الانجل ما بينهم اللي هي السيتا. طيب فك بقى ده، يبقى ده نورمال ايه ماليش دعوه بيه. نورمال بي كروس سي هو نورمال بي في نورمال سي في الساين الانجل ما بينهم، سميها الفا ما ينفعش تسميها نفس الانجل، وكوزين سيتا زي ما هي. هي الجريتست فاليو، اكبر فاليو هنا امتى؟ قال لك والله انا غصب عني ان نورمال ايه ونورمال بي ونورمال سي ب1، يبقى 1 تايمز 1 تايمز 1 هيديك 1 في ساين الفا في كوزين بي في كوزين سيتا، يبقى ده ساين الفا في كوزين بيتا سوري كوزين سيتا. يبقى لما الساين ب1 ولما الكوزين ب1، يعني ايه الساين ب1؟ يعني الالفا عندك لازم تبقى ب90، والكوزين والكوزين ب1 يعني السيتا دي لازم تبقى بزيرو. عارف معنى كده ايه؟ يعني انا لو عندي فيكتور، مش انا قال ان الالفا هي الانجل بتوين البي والسي؟ لو انا كاتب البي والسي اهم لازم يكونوا موجودين في نفس البلين وبربنديكولر. عارف لما اضربهم كروس بعض هيديني فيكتور اسمه مين؟ اسمه بي كروس سي. لما اجيب الاي واعمل له دوت الكلام ده هيديني ايه؟ ما هو الانجل بزيرو، معنى كده ان الاي اصلا للفيكتور اللي اسمه بي كروس سي بارل وايه وان سيم دايركشن كمان. عارف معنى كده ان الثلاثه بربنديكولار على بعض، عاملين زي مين؟ زي الاكس والواي والزد، بربنديكولار بربنديكولار بربنديكولار، يعني بنسميها ايه؟ ميوتشوالي بربنديكولار. تمام. طيب من الاخر يبقى الساين والكوزاين لازم يبقوا ب1، حلو، ولازم الثري فيكتور يبقوا ميوتشوالي بربنديكولار. عارف في الحاله دي لو اعتبرتهم 3 adjacent sides لبريلو بايبد، البريلو بايبد ده يبقى كيوبويد في الحاله دي، والفوليوم بتاعته لينس اوف ويدث اوف هايت اللي هي النورم في النورم في النورم. تمام. يبقى الجريتست فاليو بتاعتنا هي هتبقى كام؟ هتبقى 1. تمام، اللي هو تشويس نمبر ايه. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول A دوت B بلس A. خلي بقى نفسك اهو، ادي الدوت اهو، ايه رأيك اعمل ده تايمز ده؟ ها وزع كده، يبقى B في الفيرست B كروس A. ها بعد كده B كروس B، بعد كده B كروس C بلس سكند في الفيرست يبقى سي كروس ايه، سكند في السكند يبقى سي كروس بي، سكند في الثيرد يبقى سي كروس سي. حلو، شايف اللي جوه البراكت هنا بي كروس ايه؟ في بي كروس ايه او ايه كروس بي تاني؟ لا، يبقى حطها زي ما هي. طيب بي كروس بي فيكتور كروس نفسه يبقى زيرو فيكتور. ها شايف دي بي كروس سي، شايف دي سي كروس بي، يروحوا مع بعض ليه؟ عشان بي كروس سي هتبقى ايكوال نيجاتيف سي كروس بي. تمام، فيروحوا مع بعض يكنسلوا بعض. طيب سي كروس اي زي ما هي. طيب سي كروس سي فيكتور كروس نفسه يبقى زيرو فيكتور، وبره في مين؟ اي دوت. تمام، يبقى اي دوت في مين هنا؟ B كروس A بلس C كروس A. تمام، حلو، وزع بقى، يبقى A دوت B كروس A بلس A دوت C كروس A. حلو، مش هنا في تو فيكتورز متكررين يبقى بزيرو، بلس هنا في تو فيكتورز متكررين يبقى بزيرو، يبقى الناتج كله كام؟ بزيرو، اللي هو تشويس نمبر A. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك A و B و C دول 3 نون زيرو فيكتورز، و A دوت B كروس C بيساوي النورم في النورم في النورم. قلت لك يعني هما ايه؟ حاجة اسمها ميوتشوالي بربنديكولار. تمام، يبقى شكلهم بيبقى حاجة عاملة كده، يعني بيبقوا التلاتة بربنديكولار على بعض زي الإكس والواي والزد، أدي A وأدي B وأدي C مثلا. حلو، أنت عايز إيه بقى؟ بيقول لك إيه يعني التلاتة بربنديكولار على بعض؟ يعني A دوت B و B دوت C
وسي دوت اي بزيرو. تمام لسه قايلين. تمام يبقى تشويس نمبر دي. طيب لسه قايلينها في سؤال كام بس عشان اللي هيفتح على كويشن نمبر 29 على طول. لسه قايلينها في كويشن نمبر 27. تمام الكويشن اللي بعد كده 30 A و B و C دول يونت فيكتور يبقى النورم والنورم ب 1 وال A دوت B ب 0 يبقى A بربنديكولار على B و A دوت C ب 0 يبقى A بربنديكولار على C ونورم ال A ب 1 ونورم ال B ب 1 ونورم ال C ب 1. حلو ايه تاني؟ بيقول لك الميجر انجل بتوين ال B وال C باي اوفر 4 اللي هي كام؟ 45. هات A. حلو هو الـ A بربنديكولار على مين؟ على B وعلى C. تقدر تكتبها ازاي؟ يبقى الـ A هي النورم بتاعتها في مين؟ في اليونت فيكتور. يونت فيكتور اللي هما مين؟ بربنديكولار على A و... سوري على B وعلى C او على البلين اللي كونتين التو فيكتور التانيين اللي هما B و C. يبقى ده عبارة عن B كروس C على نورم B كروس C. حلو قلنا ما تنساش ايه؟ ما تنساش البوزيتيف والنيجاتيف. ما هو ممكن يبقى بربنديكولار على البلين اللي فوق او لتحت. طيب حلو قوي. اول حاجه ادي بوزيتيف اور نيجاتيف. نورم الاي بكام؟ مش هو قال لك ان فيكتور يبقى ب 1. تاني حاجه بي كروس سي زي ما هي. نورم البي كروس سي مش هو نورم الاول اللي هو نورم البي في نورم السي في ساين الانجل ما بينهم اللي هو مدهاني بكام؟ ب 45. يبقى ده بوزيتيف اور نيجاتيف. ادي ال 1 وتحت نورم البي ب 1 ونورم السي ب 1 وساين 100 سوري ساين 45 ب 1 اوفر روت 2 في بي كروس سي. ادي البوزيتيف والنيجاتيف واي 1 ملوش لازمه. اللي تحت ده 1 اوفر روت 2 اللي تحت تحت يطلع فوق يبقى ده روت 2 تايمز مين؟ بي كروس سي. بس يا سيدي يبقى ده تشويس نمبر سي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك A و B و C و D كوبلينر. يعني ايه؟ lies on same plane. يعني هما الاربع الفور بوينتس دول موجودين في نفس الايه؟ البلين. حلو لو انا قلت ده A وده B وده C وده D يبقى لو هما موجودين في نفس البلين يعني لو كونت منهم 3 adjacent vectors زي مثلا AB دوت AC كروس AD وضربتهم تريبل كروس برودكت لازم الريزلت يطلع بزيرو. يبقى التشويز الصح بتاعه هو نمبر B. طيب السؤال اللي بعد كده يقول لك 32 فوليوم اوف تريانجلر بيراميد في 3 adjacent side اللي هما الفيكتورز ال A وال B وال C represented by 3 non coplanar adjacent side non coplanar لانه لو موجودين في نفس البلين يبقى التريبل كروس برودكت بزيرو. طيب equal كام؟ هو انا قلت لك نورم A dot B كروس C ده ايه ده؟ ده فوليوم. حلو قوي اوف مين؟ اوف باريلو بايبد او فوليوم كيوبويد مثلا. طيب لما اقول لك تريانجولار بيراميد مش اي فوليوم للتريانجولار بيراميد كان ايكوا كام؟ 1 اوفر 3 في البيس اريا في مين؟ في الهايت صح كده؟ طيب هنيجي نعملها ازاي بقى؟ تعال نرسم لك تريانجولار عشان يبقى واضح. يبقى البيس بتاعك على شكل ايه؟ تريانجل. تمام ويبقى ده بيراميد وصل كده والسايد الاخير اهو كده اللي تحت على شكل تريانجل وده التريانجولار بيراميد. طيب اول حاجه لو انا اعتبرت ان الاريا بتكونه من التو ادجيسنت فيكتور اللي هما الاي والبي والفيكتور التالت ده اللي هو فوق السي. تمام يبقى 1 اوفر 3 البيس اريا هتبقى ايه؟ نورم اي كروس بي. لا في هاف كمان ما تنساش لان الاريا البيس اريا على شكل ايه؟ تريانجل صح. طيب والهايت عباره عن ايه؟ الهايت ده بقى يعني غريب شويه. عارف لو كانت الفيكتور سي ده بربنديكولار على البلين كنت هقول هو نورم السي على طول انما هو مش نورم السي. هو ايه؟
هو عبارة عن الكومبوننت. يعني انا لو جبت A كروس B اهو هديك فيكتور بربنديكولار على البلين اللي كونتين A و B. انت عايز الهايت، الهايت ده لازم يكون بربنديكولار، يبقى هو كومبوننت of فيكتور C on direction of A كروس B، اللي هو الفيكتور اللي على بعضه اسمه A كروس B. الكومبوننت دي كنت بجيبها ازاي؟ مش هي C دوت A كروس B على نورم الفيكتور بقى التاني اللي هو نورم مين؟ A كروس B. طبعا القلم ايه بدأ خلاص اللي هو بيموت. يبقى نورم A كروس B مع نورم A كروس B يتبقى لك كام؟ في 1 over 3 1 over 2 يبقى يديك 1 over 6، وده عبارة عن ايه؟ C دوت A كروس B. بس كده. على فكرة المعاصر كاتبها اصلا كرول، بس احنا ايه ما بلاش حفظ، يعني ده الاثبات بتاعها. انما لو انت فتحته وهوب لقيت القانون على طول او الرول عوض بيه. تمام. طيب question number 33 ده اخر واحد معانا الحمد لله. يقول لك الباريلو بايب ديفورمد فروم ايه؟ تو فيكتور ادجيسنت، ادي ايه وبي وسي، زين ذا سمولر فوليوم اوف ذس باريلو بايب. حلو. الجزء ده هتاخده يعني في حته كده في الكالكولس في شابتر 3 هتساعدك في حل السؤال ده. طب انا لو مش عارفها هتصرف ازاي؟ تعالى اقول لك بقى هتصرف ازاي. انت عارف ان لازم تجيب A دوت B كروس C الاول. بتجيبه ازاي؟ الديترمنت يبقى 1 1 1 5 و 2 و L L و 4 و 1. فك الكلام ده ازاي؟ تيجي عند ال 1 اللي فوق بوستيف نيجاتيف بوستيف. بعد ما انت هتفك هكتب لك الريزلت على طول. تمام. الريزلت على طول هتطلع معاك بكام؟ L squared minus 6L plus 17. معلش هل ده الفوليوم بتاع الباريلو بايب؟ لا، الفوليوم هو مين؟ هو النورم بتاع A دوت B كروس C. يعني نورم L squared minus 6L plus 17. حلو. اشطب بس ده كده 17. حلو. طيب النورم ده مش انا عارف ان مره بفكه بالبوستيف ومره بالنيجاتيف. عارف لو انت سويته ايكوال 0 هيطلع لك ايه؟ كومبلكس نمبر. يعني معنى كده ان اللي جوه ده جريتر ذان اور ايكوال 0 على طول، يبقى النورم ملوش لازمه. طبعا دي حته برضو من ايه؟ من اولى ثانوي. عايز تعرف امتى هو جريتر ذان اور ايكوال 0؟ هو greater than or equal 0 at all real numbers. بتعرف منين؟ بتساوي بتضرب راتب 0 فورم عشان ده second degree، ساويه ب 0 هيطلع complex number. ف complex number وهو الرقم اللي قدام ال L squared يعتبر ب 1 positive 1، فيبقى رسمته عامل كده ما بيقطعش ال X axis، فهو على طول positive. فعشان كده ايه؟ ال absolute ملوش لازمه، فعشان كده شيلته. تاني حاجه، مش انا قلت لك شكل الكيرف كده؟ هتقول لي كيرف ايه يا عم الحاج؟ ما انا عايز اعرف بقى كل ما اغير ال L عايز اجيب ايه اللي هيحصل في الفوليوم كله. انا عايز السمولست فوليوم، يبقى انا بجيب ايه؟ بجيب المينيمم هنا، صح؟ مين المينيمم دي؟ المينيمم دي هي الفيرتكس. فاكر الفيرتكس كانت بتتكبل ازاي؟ يبقى هنا ده المينيمم اللي هي مين؟ اللي هي الفيرتكس بتاعت السكند ديجري او الكوادراتيك ايكويشن. طيب يبقى ال ال المينيمم دي كنت بجيبها ازاي؟ هي نيجاتيف بي اوفر 2 اي، فاكر؟ طيب كنت بجيبها ازاي؟ اهو نيجاتيف البي ده هو كوفيشنت اكس باور 1 زي ال ال باور 1 اللي هو نيجاتيف 6 اوفر. ها نلحق القلم قبل ما يموت. 2 تايمز ال اي، ال اي اللي هو الكوفيشنت اوف ال سكويرد اللي هو الرقم اللي هنا، مفيش، يبقى ب 1. يبقى ده ب 6 اوفر 2 هيطلع معاك بكام؟ ب 3. يبقى ال 3 دي هي اللي هتديك المينيمم فاليو. طيب ودي كده حليناها بطريقه غير احتياجك للكالكولس. لما ان شاء الله تاخد شابتر 3 في الكالكولس نبقى نحلها بطريقه تانية. تمام. شكرا يا شباب، نشوفكم في الاكسرسيز الجاي.